واش رايك في المبادرة هذه؟ الله يحفظكم وبارك الله فيكم، جزاكم الله خير. كل عام وانتم بخير، مبادرة ربي يبارك وربي يقوي الخير في بلادنا ان شاء الله. بارك الله فيكم وصحة رمضانكم ان شاء الله للأمة الجزائرية كامل والشعب الجزائري بصفة خاصة، وربي ينصر خاوتنا في فلسطين وصحة رمضانكم. راهي مبادرة ما شاء الله اخوتي، يعطيكم الصحة وربي يقويكم وربي يقوي الخير ان شاء الله. في إطار المبادرة الوطنية التي أطلقها المكتب الوطني للهلال الأحمر الجزائري بقيادة الدكتورة ابتسام الحملاوي، اللجنة الولائية للهلال الأحمر الجزائري لولاية مثنى بمختلف اللجان المحلية، أطلقنا مبادرة متمثلة في جمع وتوزيع أزيد من 10,000 قرفة. نحن الحمد لله رب العالمين راه متواجدين بالمخزن الرئيسي للهلال الأحمر، لغاية اللحظة ما تم توزيعه أزيد من 7,500 قرفة. هذه القفف موجهة إلى مناطق الضيف وإلى مختلف ولايات مختلف البلديات هذه الولاية البالغ 61 بلدية، يعني الأمور راهي جارية على قدم وساق من طرف فرسان وفارسات الهلال الأحمر الجزائري، والعملية متواصلة خلال هذا الشهر الفضيل. كذلك أطلقنا مبادرة متمثلة في مطاعم الرحمة، مطاعم عابر السبيل، عندنا 11 مطعم رحمة منتشرين عبر ربوع هذه الولاية. كذلك عندنا أكياس، أكياس هذه نديروا فيها مثلا لبن كما نقولوا حنا يكسروا الصيام، لأنه دائما العادة تاعنا أنه يكسروا الصيام. تجدون فرسان وفارسات الهلال الأحمر الجزائري منتشرون عبر الطرقات الرئيسية المداخل والمخارج في ولاية مثنى، يقومون بتوزيع هذه الأكياس. يعني تقديرات أولية بإذن الله تعالى سنقوم بتوزيع أزيد من 100,000 كيس إن شاء الله، ومطعم الرحمة يعني تقديرات أولية أزيد من 100,000 صائم بإذن الله تعالى. عندنا عملية ختام للأطفال وعندنا إفطار جماعي سيكون في مقر الولاية بإذن الله تعالى. دائما أبواب الهلال الأحمر الجزائري مفتوحة للجميع، مفتوحة لمساهماتكم، مفتوحة لتبرعاتكم، كذلك الناس اللي باغيين يساهموا بالعمل التطوعي، يعني ما اعطاهم ربي سبحانه المال مش قادرين يساهموا باموالهم، فابواب الهلال مفتوحه لتطوعكم، ودائما نقولها ونعيدها كل ما نفعله ينبع من القلب. في الحانوت انا مانيش حبانه. Thank you.